الخمس اللي هما معنا اليوم تيساندونا في هذه المعركة، في هذه المعركة النضالية اللي حنا فيها اليوم. وحنا اليوم واقفين تضامنا مع الأخت هند من راشيديا اللي تعرضت للمتابعة القضائية، واللي كل وحدة فينا هي معرضة أنها تكون متابعة قضائيا. أنا كنساندو الأخوات القابلات اللي كيتعرضوا للمتابعة القضائية، وكأطر تنظيمية حنا كنقولوا لكم راه حنا معكم، وكنقولوا ألف وألف لا للمتابعة القضائية. تحيات إكبار يعني وإجلال لجميع الأطر الصحية وعلى رأسهم القابلات اللي اليوم السيناريو كيتعاود مرة أخرى. الوقت بأن الأطر الصحية كاملة أطباء وممرضين بشدة تلاوينهم يتحملوا ما يسمى بالمسؤولية التضامنية. علينا نسلحوا يعني بسلاح ديالنا ديال القانون، علينا نعرفوا المساطر المنظمة للمهن ديالنا، علينا نعرفوا القوانين اللي كتجم العمل ديالنا وكتحد من الحرية ديالنا. دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني، حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني. اليوم كنقولها وكنسطع عليها الأخوات وكنتحمل المسؤولية ديالي معاهم، أننا اليوم هذه 10 سنين وقعت السيدات، 10 سنين 2011 ولكن ولا من التعير كما قال السي رشيد، وقعت في العلاج، وقعوا في بلايص اخرين وقعوا، ولكن غير ملي كطيح عاد كنديروا وكرك عباد الله. نتمنوا انه الحمد لله كاين واحد التضامن، حيت خصكم تعرفوا الاشكاليه اللي كاينه حتى لهاد الساعه حتى اليوم هو قبل كان كيكون التضامن بين الطبيب وبين المولده وبين الممرض وبين يعني كيدير شي حاجه كيكوفريو كيكون عنده في بعض الاماكن ما كاينش هذا الشيء. نتمناو انه يبقى داك الشيء في انتظار الدار الهيئه والدار المنصف للكفاءات، ونتمناو انكم تاخذوا درس في هذه الحاله.